السلام عليكم خوتي، إن شاء الله تكونوا بخير أصدقائنا عبر الفيسبوك. خوتي اليوم جيت زيارة مع الأستاذ شهراء عبد القادر. جينا زيارة الأستاذ رشيد نكاز في مقر الإقامة تاعو، وكما شفنا رانا نشوفوا يعني إقامة جبرية تعسفية في حق الشخص رشيد نكاز، وهذا أمر غير قانوني تماما وما نقبلوش كقانونيين وكمحامين. هذا تقييد الحرية، تقييد الحرية رشيد نكاز اللي راه ممنوع انه يمارس حقوقه المدنية والسياسية في هذا البلد. وهذا ربما ما نستخلص ونستنتج انها ما زالت الديكتاتورية في هذه البلاد. ان شاء الله يعني نتمنوا انه النظام يغير هذا الشيء وهذا التعسف في استعمال السلطة، ويخلوا رشيد نكاز يمارس حقوقه. ومعايا الاستاذ شهراء عبد القادر اللي راح يضيف كلمات. السلام عليكم، معكم الاخ الاستاذ شهراء عبد القادر، المنتخب البلدي مجلس الشعب البلدي لبلدية بني راشد ولاية تشلف. فيما يخص الاهانه اللي راه يتعرض ليها السيد رشيد نكاز، هي انه اولا هي مخالفه للنظم القانونيه ومخالفه لكل الشرائع، لانه وفقا للقانون لا يمكن وضع شخص تحت الاقامه الجبريه بدون سند قضائي او امر قضائي، لان عمرها لا كانت السلطه التنفيذيه انها اللي تضع شخص تحت الاقامه الجبريه. وهذا ما يفسر بان النظام السياسي في الجزائر هو نظام سياسي قائم على سند غير دستوري، لانه غير دستوري باعتبار ان اولا الاقامه الجبريه تكون بناء على سند قضائي، لانه القاضي هو اللي يوضع الشخص تحت الاقامه الجبريه. لكن انه باليوم هنا يفسر بانه عدم وجود مبدا الفصل بين السلطات، وهو المبدا المكرس دستوريا، لانه هكذا لانه اي نظام سياسي ناجح واللي يبني دولة مبنية على دولة القانون، ودولة القانون ماذا يعني؟ يعني أن خضوع الجميع للقانون، وهو القانون بمفهومه الواسع، والذي نقصد به التشريع الأساسي اللي هو الدستور. اليوم إحنايا كحقوقيين، اليوم أمامكم شخص منظم منخرط في منظمة العفو الدولية، منخرط في الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان بصفتي كحقوقي، بغض النظر بصفتي كقانوني، أنا نطلب على الناس إحنا نقول ربي يهديكم، لأنه هو عجز. لانك عاجز، اصبحت عاجز انك تتماشى مع الواقع، لانه اليوم هذا الشخص اصبح اليوم عنده لغه تواصل بينه وبين مواطن بسيط، هو اللي اليوم اصبح يقول لك باللي اليوم علاش اليوم، لانك اليوم انتايا هو انت اللي خليت الناس هذو تفقد الثقه بين الحاكم والمحكومين، بين السلطان والرعيه. اليوم تجي لي ما تجي تقول لك باللي يا ودي هكيفا. احنا اليوم احنا نطلب من هذو الناس، لانكم الناس اليوم انتم راكم مدينين للبلاد الهويه، لانه التغيير احنا لا باغيين سلس، رانا باغيين التغيير نخرجوا من نفق كما نقولوا احنا نخرجوا من نفق بطريق سليم، ماشي انك باللي كذا وكذا. وها هو ان الاخ السيد رشيد نكاز يزيد كما قال لك يوضح لنا الامور على الشيء هذا اللي يتعرض ليه. الله فيكم، يعطيكم الصحة. السلام عليكم، الزول في اللون، مرحبا بكم هنا في الدوار القارزة في بلدية عين مرايا ولاية تشلف. أنا كي جيت من المطار هو اللي بما جيت يعني الجمعة اللي فاتت 6:45 دقيقة تاع الصباح، يعني حبسوني في المطار 24 ساعة، من بعد دوني هنايا بالإسكورت مع لابوليس، وراني تحت إقامة جبرية غير قانونية بالسبت الصباح هنايا، وما فهمتش علاش. يعني ما غادي نشوف اللي كاع الجزائريين راهم يخرجوا راهم يخلوهم يكونوا في المظاهرات الى كاس رشيد، ما فهمناش علاه. يعني ديكتاتوريه راهي شخص واحد برك، وكاع الناس راهي تخرج يعني بطريقه عاديه. وراكم تشوفوا باللي صفحه فيسبوك فاني حبسوها لنا، ما فهمناش علاش فاني. يعني رانا نشوفوا باللي كان شي ناس راهم يحوسوا بدون المشاكل في بلادنا، بس هذا الحمد لله رانا في الدار البركه تاع جدودنا ربي يرحمهم، ورانا نستنى ورانا صابرين، وممكن غادي ان شاء الله يخلونا نروحوا تزير عاصمة كان الأحباب راه معاولين يجوا الصباح لله بالجمعة، ونشوفوا ممكن السلطات يستعقلوا ويخلونا نكونوا كيما كاع الجزائريين، يعني نكونوا في هذه المظاهرات ضد هذا المافيا تاع 40 سراخ، بعد نبنوا اليد في اليد دولة القانون إن شاء الله. ورانا مع خونا سي جمال
منسق تاعنا في الغرب الجزائري تفضل. السلام عليكم، معكم جمال منسق الجوي لحافظة الشعب المتغير. والله العظيم الشيء اللي تعرض لي الأستاذ راشد النكاز من الإقامة الجبرية هذه وموش يخلوه ما بيدور حر في بلاده شيء مؤسف، ونتمناو من هذو اللي راهم يمدوا في الأوامر أنه يولوا الطريق صحيح، لأنه مواطن جزائري كما مواطنين الآخرين من حقه أنه يدور في بلاده حر. وهذه السلام عليكم، بارك الله فيكم وتهلا في روحكم، ونشكر خلوتنا اللي جاو بعيد والحمد لله خلوكم بتحنوا غيرات ولا خليص كما قال لك. هذا احنا معروفين الناس تاع مواقف، احنا نتبعوا في الاستاذ. انا الاستاذ راشد النكاز بناء على موقف، لانه اليوم المواطن البسيط اللي يكون مسؤول وما يفهمش لغه المواطن البسيط عمره لا يكون مسؤول، عمره لا يكون حاكم، ولا عمره لا كان ذاك. هذا الناس اللي كانوا لليوم يمشوا بليكارتكور، يمشوا بسيارات بسيارات كذا، اليوم نهار اللي عرفوا بلي فقد الشعب الثقة فيهم، اليوم حبوا الناس اللي صبحت في الميدان وتكسب الناس ثقة. الناس اللي يمكن أن كما أمثالك اللي كسب المواطنين ثقة تاعهم حبوا يمنعوهم، وعارفين بلي شكل خطر عليهم. حنا نقول يا ودي تغيير قادم. اليوم سواء كما قال لك الانسان، انتم الا ما صححتوش نفوسكم اليوم راكم رايحين تدوا البلاد للهويه. والله يهديكم ان شاء الله. بارك الله فيكم. الشباب الجزائري اللي مشى مع راشد النكاز اللي دائما كان بطريقه سلميه ونادى بثلاث اشياء السلميه الديمقراطيه والحضاريه، نتمنى ان شاء الله انهم يواصلوا الثقه ويلتفوا حول السيد راشد النكاز الذي طالما نادى بالسلمية والديمقراطية. يعني الناس اللي راهي تقول كذا وكذا ودار ولد عمه كذا وكذا، هذه إن شاء الله ربما تتغير هذه الأفكار، لأنه كان حل سياسي دار راشد النكاز. راشد النكاز ما تقلدش منصب سياسي بل نحكمه عليه. راشد النكاز راه رجل ميدان ومازال يتحرك ومازال يكشف الفساد ومازال يعني صديق الشباب ومحبوب الشباب. نتمنى ان شاء الله الخير لبلادنا، ورشيد النكاز رانا معاه باسكو قضيه مبدا وقضيه موقف اتخذناه من البدايه من 2014 منذ قدوم رشيد النكاز للجزائر. منذ يعني مشي قدوم رشيد النكاز، لان رشيد النكاز كان في الجزائر يعني منذ انه بدا يتحرك بدا في النشاط السياسي في الجزائر، وحنا معاه ونواصلوا معاه ان شاء الله ونواصلوا النضال. وندعو كل الشباب الجزائري انه يواصل النضال مع السيد رشيد النكاز وما يفقدش الثقة في هذا الشخص اللي صراحة كان رجل ميدان بامتياز واللي فيها الخير إن شاء الله ربي يجيبها. وحنا نقول مثلا رسالة للمنتخبين السياسيين، لازم يفكوا ذيك الجرعة، لأنه يفك الجرعة، لازم يفكوا الجرعة بأنه أي شخص يسيبوا بأنه مصدر ثقة، أنه قادر باش يكون مسؤول، وأنه قادر باش يكون ضمانة لحقوق وحرية الأفراد، حقوق وحرية المواطن البسيط، أنه يزكوه. حنا نقولوا بلي أنه باعتبار أن أول منتخب سياسي يقوم بتزكية راشد النكاز، وما زلت نقولها اليوم وغدوة، لأنه الهدف تاعنا هو أن نكونوا أصحاب مواقف لا أقل ولا أكثر. وهذه هو شكرا لكم، فهمني، وهذه رسالة موجهة للشعب الجزائري. بارك الله فيك وفيكم، يعطيكم الصحة والسلام عليكم.